استعدوا لصلاة البابا فرانسيس التاريخية. وفي مؤشر فريدم هاوس للحريات، تونس الأفضل عربيا وسوريا الأسوأ عالميا. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح يوم جديد، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في مستهله، ونبدأ معكم طبعا حلقة بداية الأسبوع من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رؤى. يسعد صباحك يا باسل. تقارب إسلامي مسيحي شهده اليوم الثاني لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق، فرسالة السلام التي حملها البابا إلى بغداد كررها عند لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني في منزله بالنجف. دار الحديث رؤى بين البابا فرانسيس وآية الله علي السيستاني حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر، ودور الإيمان بالله وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب على هذه التحديات، وهذا بحسب ما جاء طبعا في بيان صادر من مكتب السيستاني. كما أكد الزعيمان الروحيان أهمية التعايش السلمي ونبذ العنف وشجب المظالم التي تعانيها شعوب المنطقة. هذا اللقاء التاريخي دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعلان اليوم السادس من مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش. وأيضا اكتملت الاستعدادات في مدينة أربيل لاستقبال البابا فرانسيس، حيث رفعت اللافتات الترحيبية في شوارع المدينة، وتم تهيئة الأجواء في ملعب فرانسو الحريري حيث سيقيم الباب القداس. من المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس في مطار أربيل الدولي بالسلطات الدينية والحكومية في كردستان، ثم سيتوجه إلى الموصل حيث سيقيم البابا الصلاة من أجل ضحايا الحرب في حوش البيعة ساحة الكنيسة، وبعدها يغادر إلى قضاء قرقوش بسهل نينوى، ولاحقا سيعود إلى أربيل لإقامة القداس في ملعب فرانسو حريري كما ذكرتي، ثم يعود إلى بغداد مساء. هناك توقعات كثيرة وأمال كبيرة تعقد على زيارة البابا إلى نينوى وإلى أربيل اليوم، هذه المدينة التي استقرت فيها آلاف العائلات المسيحية بعد موجات نزوح وتهجير للمسيحيين بسبب أعمال العنف الطائفي، وخصوصا طبعا بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى في يونيو من عام 2014. أربيل تضم حاليا أكبر التجمعات المسيحية في العراق، وعددا كبيرا من مخيمات النازحين من مختلف الطوائف والقوميات. أمام المذابح وفي الكنائس تعلو الصلوات وتصدح الترانيم قبيل زيارة البابا فرانسيس إلى العراق. غالبية الموجودين هنا هم من الذين نزحوا قبل 7 سنين من أرض نبي الله يونس، نينوى وسهلها العامر، تركوا خلفهم ما يملكون إلى جانب كنائسهم وذكرياتهم حين سيطر داعش على محافظتهم. استقروا في عين كاوى الضاحية المسيحية في أربيل، حيث يتمتعون بخصوصياتهم. هبة منير وعائلتها ترفض العودة إلى سهل نينوى، لديها مخاوف من تكرار نفس المصير مع أبنائها. أكيد نشتاق، يعني أنه تربينا هناك من نحن وصغار، يعني مدارسنا جامعاتنا هناك كانت، بس يعني الأوضاع أنه تغيرت خلاص، يعني هنا استقرينا خلاص، أنه يعني الوضع هناك أنه يعني واحد يخاف لا يصير مرت لخمينة يدخل داعش، هنا استقرينا وهنا الوضع زين. مخاطر لا تزال حاضرة مع سيطرة الميليشيات على مدن سهل نينوى بعد معارك التحرير من داعش، والحديث يجري عن تغيير ديموغرافي تمارسه تلك الميليشيات، طالت مدن برطلة وتل سقف وبطنايا. اليوم لأنهم يمتلكون القوة ويحاولون أن يهجرون هذا المكون الأصيل من البلد، وإذا استمرت الأوضاع في هذه الحالة أكيد لن يبقى أحد هنا. أمل كبيرة وعظيمة تعقد على زيارة بابا الفاتيكان إلى أربيل ونينوى، فأوضاع البلاد بحسب الكثير من المسيحيين بحاجة إلى اجتراح معجزات كي يعود السلام إلى ربوع العراق. وين ما يكون زيارة البابا راح تكون بركة وخير، إذا كان بجنوب العراق أو شمال العراق كلها إن شاء الله راح تكون زيارة أمل وخير ولنشر السلام. يعرف ظروف العراق وظروف الموصل وسهل نينوى وبغداد، والحمد لله إن شاء الله زيارته فرحة للجميع.
عشرات الآلاف من العائلات المسيحية هاجرت من البلد بسبب استهدافها من قبل مجموعات العنف والتطرف خلال السنوات الماضية لتنتشر في دول المهجر، لكن الغالبية منها لا تزال تتمسك بخيوط الأمل للبقاء في أرض تاريخهم فيها ضارب في القدم. أيوب رضا، الحرة. نشرت منظمة فريدم هاوس الأمريكية مؤخرا تقريرا حول الحرية في دول العالم، حافظت فيه تونس على مركز الصدارة عربيا، وذلك على الرغم من بعض العراقيل السياسية التي تشهدها البلاد. ومن بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها، شهدت 73 دولة تراجعا في مجموع النقاط، وأيضا شهدت 28 دولة فقط تقدما في الترتيب. بالإضافة طبعا أو أضاف تقرير الحرية العالمي إلى أن الدول التي شهدت تراجعا في الحقوق السياسية وأيضا الحريات المدنية فاق عدد الدول التي حققت مكاسب بأكبر قدر ممكن طبعا تم تسجيلها خلال فترة 15 عاما. وتصنف المنظمة الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دول معينة، حيث يعني تمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة التي بالأساس هي تعمل من عام 1941 تتمكن من تصنيف بلد معين على إنه حر أو حر جزئيا أو غير حر. للعام 15 على التوالي، الترجع الديمقراطي مستمر على المستوى العالمي. هذه خلاصة التقرير السنوي الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية، في حالة وصفتها بالركود الديمقراطي الطويل، إذ يعيش 3/4 سكان الأرض في بلدان تتراجع فيها الحرية. السويد وفنلندا والنرويج جاءت في طليعة الدول الحرة ب 100 نقطة من أصل 100، تليها اليابان والولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الدول التي تحتل قاع مؤشر الحرية هي كوريا الشمالية بثلاث نقاط، وإريتريا، جنوب السودان، وتركمانستان بنقطتين لكل منهم، ثم سوريا والتبت بنقطة واحدة من بين 210 دول ومناطق في التقييم. وكانت تركيا هي الأسرع تدهورا في الحريات على مستوى السنوات العشر الأخيرة، كما انخفض معدل الحرية في تركيا من 63 إلى 32 نقطة بمعدل النصف تقريبا. على الصعيد العربي، جاءت كل دول المنطقة ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء سبع دول، هي تونس التي وصفت بالحرة وفق التقرير، إضافة إلى المغرب، موريتانيا، لبنان، والكويت وجزر القمر المتواجدة في خانة دول حرة جزئيا، فيما جاءت بقية البلدان في تصنيف الدول غير الحرة. ومعنا الآن عبر سكايب ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صبحي غندور. صباح الخير عليك دكتور صبحي، أو مساء الخير بتوقيت الولايات المتحدة طبعا. يعني وفق التقرير الديمقراطية تحتضر في العالم، هذا التدهور الكبير خلال عام واحد منذ التقرير الأخير لمنظمة فريدم هاوس، هل يقع اللوم فيه بشكل رئيسي على عاتق جائحة كورونا بالأساس؟ لا طبعا، يعني هو التقرير كما أشار أيضا، التقرير الذي سمعته الآن يتحدث عن 15 سنة فيها تراجع لمسألة الديمقراطية في دول العالم. هذا واقع حال صحيح، لكن أنا ملاحظتي يعني على التقرير فريدم هاوس أنه المعايير أو المؤشرات في الحقيقة تتعامل مع جانب واحد فقط من مسألة الحرية. يعني أمريكا التي فيها فريدم هاوس تعني الحرية فيها كانت بالأساس حرية من الهيمنة البريطانية حينما قاموا بالثورة ضد الهيمنة البريطانية ونالوا استقلالهم في الولايات المتحدة الأمريكية. الحرية تعني كما هو التصنيف أيضا الذي جاء الحديث عنه في تقريركم، هناك دول صنفها فريدم هاوس بأنها حر، يعني حرة جزئيا، وأن دول غير حرة، وأن هناك دول حرة، وصنفوا إسرائيل أن الدولة حرة. المعيار إذن هو فقط يتعلق في ما هو يدخل في نطاق المسألة الديمقراطية كآليات ديمقراطية. لكن كيف أفهم مثلا أنه في تصنيف إسرائيل دولة حرة وهناك محكمة المحكمة الدولية لا تتعامل معها؟
إذا في مجال أخو مسلم أكمل لك النقطة بس. طيب. وكيف أن هناك أيضا مجلس حقوق الإنسان الآن يتحدث عن ما هو يحدث في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أنا لا أجد أن المعيار للحرية فقط هو مسألة داخلية، حتى قول أن هذا بلد حر، بلد حر يعني لا تدخل أجنبي فيه. كيف نستطيع أن نقول سوريا الآن المسألة الديمقراطية فيها وهي فيها يعني ألوف وعشرات الألوف من القوات الأجنبية وأطراف تتصارع على الأرض؟ فأنا برأيي معايير التي استخدمها فريدم هاوس هي معايير جزئية، وإن كانت صحيحة تنطبق على كل الدول التي أشار إليها التقرير. نعم. طيب يعني هذا بالنسبة للمعايير ربما والأسس التي طبعا تتخذها منظمة فريدم هاوس لتقييم مستوى الحريات في الدول، ولكن يعني ما تقييمك أنت لواقع الحريات في الوطن العربي؟ في هل هو في تراجع أم في تقدم ولماذا؟ حتما هناك تراجع، يعني تراجع نراه على الأرض في كل هذه السنوات العشر الماضية نتيجة ما كان يحدث من انتفاضات شعبية عربية لكن لم تحقق ربما أهدافها، خاصة في عدد من البلدان، ربما أيضا جرى توظيفها لصالح تيارات سياسية معينة في داخل المنطقة كما حصل مع حركة الإخوان المسلمين وغيرها. هناك طبعا تراجع لمسألة الحريات في المنطقة العربية، لكن بالأساس يعني تصنيف التقرير الذي تحدث عن تونس كبلد حر فقط في المنطقة، إذا المعيار فيه كما أشرت تعدد حزبي، طب هذا موجود في لبنان الذي أنا جئت منه، موجود في حتى في دول فيها حكم ملكي يعني مثل المغرب، مثل الأردن، الكويت. فالمسألة أنا برأيي بحاجة إلى إعادة نظر كيف نفهم موضوع الحريات، إذا كنا نتحدث عن حريات سياسية أما الحريات أيضا اجتماعية تفرض العدل الاجتماعي في هذه البلدان، هل نتحدث عن حريات أوطان ولا حريات مواطنين؟ في تقديري يعني المشكلة أكبر بكثير من المعايير أو المؤشر الذي أشار إليه تقرير فريدم هاوس بأنه هو معيار الحرية. وضعت السويد رقم واحد ووضعت الدول الأخرى ربما فيها من الأمور نفسها أو الحالات نفسها كآليات ديمقراطية موجودة في السويد لكن صنفت في مرتبات أخرى. يعني أنا أنظر للتقرير أنه كان تقرير موضوعي في جانب ولكنه كان ناقص في جانب آخر، حتى بما في ذلك على عدد من الدول العربية التي تعامل معها التقرير. طيب حدثنا عن المعيار الذي تفترضه أنت دكتور صبحي غندور، والذي من الممكن أن يرسم صورة أوضح أو أكثر تفصيلا وأكثر صحة عن واقع الديمقراطية في الوطن العربي. أنا في تقديري لا أفصل إطلاقا بين ما أسميه حرية الأوطان وحرية المواطنين، يعني لا ينفع طبعا أن يكون هناك وطن حر والمواطنين في هذا البلد ليس لديهم حرية هنا بالمعنى الديمقراطية، لديهم مساواة حتى كمواطنين مع بعضهم البعض بغض النظر عن أصولهم وطوائفهم وأديانهم، لهم حق اختيار من يمثلهم في الحكم. هذه معايير مهمة داخلية لكن هي في الأوطان التي تكون متحررة. كنت تذكر ما أعرف إذا كنت تذكر يعني ما حدث في عام 2005 من إصرار من إدارة جورج بوش الابن آنذاك على حدوث الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة، وهذا كان شيء مهم، لكن هذه كانت أراضي وما زالت يعني تحت احتلال إسرائيلي، فكيف أنه تصر على المسألة الديمقراطية ولا تعطي لهذا الشعب حقه أساسا في حريته في وطنه في أرضه؟ لذلك أقول هنا حاجة كبيرة للوصل بين حينما نتحدث عن الحرية بين حرية الوطن وحرية المواطن. لا حرية المواطن لوحدها أو الحريات التي تعطى له تغني عن أن يكون هذا الوطن وطنا حرا، ولا أيضا العكس صحيح. فبالتالي هي مترابطة حرية الوطن مع حرية المواطن. وأيضا أجد المسألة الديمقراطية وأشار إليها التقرير ما حدث في ظل إدارة ترامب في الفترة الماضية أيضا من إساءة للحياة السياسية الديمقراطية، أن الموضوع لا يتعلق فقط في الحياة السياسية الديمقراطية، يتعلق أيضا بمن هي القيادة الحكيمة لهذا البلد أو ذاك. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صبحي غندور، شكرا جزيلا لك.
دعونا نأخذ جولة سريعة على إجراءات تخفيف القيود ضد فيروس كورونا المستجد في عواصم ومدن العالم. نبدأ الجولة بالولايات المتحدة الأمريكية التي أعيد فيها افتتاح دور السينما في نيويورك بعد عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كما أعطى مسؤولو الصحة في كاليفورنيا الضوء الأخضر لديزني لاند وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها مرة أخرى. وأيضا عناوين الأفلام عادت إلى منهاتن اللي يعني عرضت شاشاتها خلال عام تقريبا رسائل مثل ارتدي القناع أو حتى سنعود قريبا أو كامينغ سون. أما ديزني لاند والمنتزهات الترفيهية بكاليفورنيا من المتوقع أيضا أن تستأنف نشاطها بشكل محدود مع بداية الشهر المقبل بعد طبعا ما يقرب من العام من الإغلاق. طبعا هذه الخطوة التي قد تكون أو نأمل أن تكون بمثابة إشارة مشجعة لسكان الولايات المتحدة على أن الحياة يعني قد تبدأ في العودة إلى طبيعتها مرة أخرى قريبا. نعم. أما في بريطانيا باسل يعني تبدأ الحكومة بإجراءات تخفيف قيود الإغلاق العام بعد أكثر من شهرين على بدئه، وأيضا سيتم السماح بفتح المدارس أولا، فيما أيضا تأمل الحكومة إنهاء كل القيود في نهاية يونيو المقبل وهو الموعد المحتمل لعودة الحياة إلى طبيعتها. وضعت الحكومة البريطانية خريطة طريق لفتح الإغلاق العام في البلاد الذي أجلس الناس في البيوت وسمح لهم بالخروج فقط لأغراض إجراء التمارين الرياضية والعمل إن كانوا لا يستطيعون العمل من البيت. الخطة الحكومية لفك الإغلاق العام كانت حسب رئيس الوزراء بوريس جونسون حذرة ولا رجعة فيها، واعتمدت سلما تدريجيا لفتح مختلف القطاعات. ابتداء من 8 مارس تفتح المدارس أمام الطلاب، وكذلك سيتم السماح بزيارات لشخص واحد في دور الرعاية الاجتماعية، وبالتزامن مع ذلك سيتم السماح لشخصين فقط باللقاء في الأماكن المفتوحة مثل هذه. ومن ثم في 29 مارس الجاري سيتم السماح لستة أشخاص كحد أقصى باللقاء في هذه الأماكن المفتوحة أيضا. المحال التي تقدم المنتجات غير الأساسية سيسمح لها بإعادة فتح الأبواب أمام الزبائن في 12 أبريل المقبل، وهو الموعد الأقرب الممكن بعد أن يخضع للمراجعة التي ستنظر إلى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والأهم لتأثير اللقاحات قبل اتخاذ القرار. وإن جاء كل شيء على ما يرام سيسمح لقطاع الضيافة كالمطاعم والحانات بإعادة فتح الأبواب في 17 مايو المقبل. أما في 21 يونيو تأمل الحكومة أن يتم إزالة كل قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح باقي القطاعات، وهو الموعد المأمول لما يمكن أن يتم تصوره بعودة الحياة إلى ما كانت عليه دون قيود فرضتها كورونا وكانت صعبة على الكثيرين. عمر شاكر، الحرة، لندن. أما عربيا فأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وفتح دور السينما والمراكز الترفيهية مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد. أيضا يعني يأتي هذا القرار بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، وما أيضا تضمنته من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى للوباء في المناطق أو مناطق المملكة إجمالا. كذلك في تونس بدأت السلطات برفع بعض الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء، ومن بينها الحجر الصحي للزائرين وحظر التجول الليلي والسفر ما بين المدن وفقا لما أعلنته وزارة الصحة. طبعا تونس تسعى من خلال ذلك إلى إنقاذ موسم السياحة الصيفي الذي شهدت إيراداته تراجعا بنسبة 65% في 2020 مقارنة مع العام 2019 لتصل إلى حوالي 746 مليون دولار في ضربة قوية للقطاع وللاقتصاد المحلي.
أما إسرائيل فقد أعلنت عن تخفيف القيود بشكل أكبر ابتداء من اليوم أيضا، ليتم السماح لحاملي الجواز الأخضر بدخول المقاهي والمطاعم. أما بالنسبة لرحلات الطيران والمطارات فستسمح إسرائيل 3000 مواطن بدخول البلاد بشكل يومي حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست. ومن بين هذه الأمور التي ستعود إلى نشاطها المعتاد الدراسة في الصفوف الأولى أو في الصفوف المتأخرة من السابعة إلى العاشرة في المدن المصنفة باللون الأخضر أو حتى اللون الأصفر واللون البرتقالي، حيث يعني تعتبر أن نسبة التطعيم فيها نسبة عالية وتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان باللقاح ضد فيروس كورونا. إذن حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر سكايب ومن مدينة حيفا المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور زاهي سعيد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني في البداية لو تقول لنا على ماذا اعتمد توقيت إطلاق المرحلة الثالثة من تخفيف القيود؟ أول شيء اعتمدنا على نسبة التطعيمات. نسبة التطعيمات اليوم هي كثير عالية، يعني نحن نحكي على فوق 50 سنة الفئة اللي بدنا نوصلها، وصلنا لنسبة كثير كثير عالية من التطعيمات تقريبا 90%. وعشان هيك اليوم احنا بنقدر، وطبعا انخفاض في عدد العدوى ومؤشر R اللي كمان عم بنزل، كل العلامات عم تعطينا مجال انه نقدر نوسع ونرجع لحياتنا الطبيعية، طبعا مع كل وسائل الحظر البعد والكمامة. طيب ما هي الإجراءات أو تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من تخفيف القيود؟ المدارس، فتحنا المدارس، المطاعم طبعا مع تعليمات بداخل المطعم وخارج المطعم، مع بعد بين الطاولات وبين الموجودين في المطعم. طبعا كل واحد اللي عنده محصن او عنده كان عنده كورونا هو بيقدر يفوت بشكل حر للمطاعم. في المحلات المغلقه، المحل المفتوح اللي ما كانش عنده كورونا بيقدر يقعد في المحل المفتوح طبعا. والتسهيلات كلها هي كمان السفر لخارج البلاد والرجوع من خارج البلاد، بنقدر كمان صار في عنا اكثر تسهيلات. طبعا اللي بده يكون راجع من بريد البلاد مش متطعم لازم يكون بالحجر. طبعا في هنا كل التعليمات هاي، بس نقطه كثير مهمه هي المواطنين والتجاوب تبعهم عشان نقدر نخلي الوضع هذا يكمل معنا اكثر وقت، هو التجاوب تبعنا ناخذ تطعيمات ونحافظ على التعليمات. طب دكتور يعني حدثنا اكثر يعني بخصوص برامج التطعيم، يعني اين وصلتم الان في الخطه؟ 5 مليون مواطن طعموا لحد اسا، ارقام كثير عاليه كثير منيحه، وخصوصا في الفئات الكبيره فوق ال50 اللي احنا بنعرف فوق ال50 سنة 10% من اللي بيمرضوا بدون تطعيم بوصلوا لحاله صعبه او وفاه. نعم. عشان هيك تقريبا النسبه هذا هاي شريحه من العمر كثير طعمت. طبعا احنا كمان عم نوصي النساء الحوامل، عم نشوف انه الطفره البريطانيه بتصيب النساء الحوامل بشكل كثير صعب، وطبعا فوق 16 سنة. كل ما نسبة المتطعمين كبرت وكل ما كانت أعلى، كل ما إحنا بنقدر نرجع لحياتنا الطبيعية بشكل اللي هو أخطر آمن بدون خوف. طيب ماذا عن حملة تطعيم الآلاف من العاملين الفلسطينيين؟ كان من المفترض أن تنطلق هذه الحملة اليوم، ولكن تم الإعلان عن تأجيلها حتى إشعار آخر. طبعا في شك انه هاي النقطه كثير مهمه، وانا كمان يعني حكيت في الموضوع انه احنا لازم نطعم الفلسطينيين اللي بيشتغلوا اللي موجودين في الداخل، لانه هن قسم منا. وطبعا لما في عندنا عمال اللي هن بيشتغلوا معنا وموجودين معنا مش مطعمين، احنا كمان بنخاطر فيهم وبنخاطر في حالنا. يعني المصلحه هنا الطبيه اول شيء، وكمان الانسانيه، انه كل واحد اللي موجود معنا وبيشتغل معنا وموجود نفس المنطقه تبعتنا لازم يطعم. احنا هاي نقطه كمان كثير مهمه، يعني اسرائيل طعمت وكان الوضع كثير منيح، بس هذا مش راح يقول انه راح ينسى على الوباء، لانه بعد في السؤال الكبير شو مع باقي العالم. ولكن باقي لماذا العالم لماذا اجلت هذه الخطوه المهمه؟ ما افعل بعرفش ليش، حسب رايي لازم تكون بشكل سريع، ممنوع ناجلها كمان كمصلحتنا احنا كدولي عشان ننجح كمان التطعيم كمان عندنا ونمنع انتشار المرض، لازم نعمل التطعيم هذا بشكل كثير سريع. وانا ما بعرفش ليش تاجل،
وبشجع انه يعملوه بشكل سريع كثير كثير. طب اجمالا دكتور، كم يبلغ عدد العمال الفلسطينيين عفوا الذين يعني يدخلون الى اسرائيل بشكل يومي؟ لو تعطيني رقم تقريبي من فضلك، ولو كمان ممكن تشرح اكثر كيف راح ياثر تاجيل حمله التطعيم للعمال على خطط الفتح. 120 ألف عامل اللي هن بيجوا، اللي احنا بنعرفهم بشكل رسمي، بس حسب رايي العدد هذا كمان هو اخطر شوي، اما العدد اللي احنا بنعرفه واحنا بنحكي عنه من ناحيه التطعيم هو 120 ألف عامل. نعم. التأجيل التطعيم تبعهم طبعا رح يأثر انه يكون في ارتفاع في العدوى، لانه بده يسبب العدوى عندنا في البلاد طبعا، وراح الارقام تزداد بشكل اللي هو اخطر من لو طعمناهن. قديش بقدرش اقول لك قديش، اما طبعا كل تاجيل من هالنوع اللي احنا بنأجل فيه تطعيم فيه نتائج طبيه من ناحيه ازدياد عدد المرضى في الداخل وحالات صعبه ووفيات في الشك في هذا الوضع. المتحدث باسم وزاره الصحه الاسرائيليه الدكتور زاهي سعيد، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى ألمانيا، حيث قدم خبراء وبرلمانيون خطة تتعلق أيضا بإعادة تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية إلى الحكومة في إطار السعي لتخفيف إجراءات الإغلاق. واستخلصت الحكومة خطة مكونة من 5 مراحل قد تستمر حتى نهاية فصل الصيف من هذا العام. أخيرا ستجد نداءات إعادة فتح أبواب دور الأوبرا والمسارح والمعارض الفنية استجابة ولو جزئية من الحكومة، بعدما أقر آخر اجتماع للمستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات خطة خماسية قد تلبي جزءا كبيرا من خطة إعادة الفتح رغم شروطها الصعبة. لنجاح خطتنا يجب إنجاز استراتيجية التلقيح بشكل جيد، واقترحنا أن نقدم في العديد من أماكن الفعاليات مثل المسارح ودور الأوبرا إمكانية الفحص السريع مجانا لكي يشعر الناس بالأمان هناك بدلا من تعريض أنفسهم للإصابة بالفيروس أثناء حضورهم للفعاليات. نأمل أن نتمكن من تلقيح 60 إلى 70% من المواطنين حتى الصيف كحد أقصى، وأن يحصل الناس هنا على حماية خاصة. ورحبت أحزاب أخرى بالخطة التي تقدم بها ممثلو الفعاليات الثقافية وكذلك الخطة الخماسية المقررة في الاجتماع الأخير، إلا أن بعضها تحفظ على عدم منح أولوية تخفيف الإجراءات عن قطاع التربية والتعليم. نحن في حزب الخضر نؤكد دوما على أن قطاع التربية والتعليم الأهم. هذا يعني أن المدارس التي تم إغلاقها مؤخرا يجب أن تكون لها أولوية البدء بفتح أبوابها أمام الطلبة. حاليا لا يوجد كل الطلاب في مدارسهم، لذلك ننظر بقلق إلى قرار منح بعض المجالات الأخرى عملية تخفيف إجراءات الإغلاق التي يجب أن تؤمن هي الأخرى. وتسعى الحكومة إلى تمكين المسارح وقاعات الحفلات وغيرها من مراكز الأنشطة الثقافية والترفيهية من فتح أبوابها بحلول صيف هذا العام. بعد طول انتظار جاء قرار إجراءات تخفيف الإغلاق في ألمانيا تدريجيا ليعطي أملا لرواد الفنون والمسارح بعودة كافة النشاطات الثقافية والرياضية صيف هذا العام كحد أقصى. مكسيم العيسى، الحرة، برلين. مشاهدينا بعد قليل نتعرف على قصة رنا الدجاني العالمة والملهمة وصاحبة الأوشحة الخمس. ما هي هذه الأوشحة؟ حنتعرف عليها بعد قليل. الآن مشاهدينا إلى جولة على منصات وبرامج الحرة. في البداية تناقش حلقة الليلة من برنامج دولارين الإرهاب وأسبابه، وتسأل ما الذي يجعل الفرد إرهابيا يتبع طريقا في أغلب الأحيان يؤدي إلى الموت، وهل مساكن الفقراء وحاجتهم للمال هي ما يرسم خريطة الإرهاب اليوم، أم أن المتسبب هو القوانين التي لا يعني تنصف الفقراء وتوفر لهم سبل الحصول على لقمة العيش بكرامة؟ وإلى جانب كل هذا أيضا انتشار الأمية وعدم توفير ظروف التعليم المناسبة.
الحاجة لإثبات الذات ولو بشكل مشوه، الحاجة للمال في ظل الصراعات والنزاعات وغياب شتى أنواع الأعمال الطبيعية، الجهل والخوف والاستدراج، كلها دفعت بكثر للانغماس في الخطايا، خطايا حد الجريمة حد الإرهاب. كانت حياة طبيعية مثل أي شاب، من الشغل للبيت، ما كان في دراسة، كان عندي محل صيانة كمبيوتر، وكانت الحمد لله الأمور تمام يعني فيه. كان في شبه استحالة أني أقدر أطلع لأنه كانت الحواجز منتشرة، فاضطرت أقرب سبيل لإلي هو الغوطة. مقومات الثورة في سوريا أحد أسبابها الاقتصادية كانت حاضرة، لكن بالتأكيد أن بعد قمع النظام ثم بعد ذلك بداية محاصرة المدن كما حدث في الغوطة مثلا، زادت نسبة الردكلة والتطرف، بمعنى أنه لم نعد نسمع بعد قرابة يعني سنة تحديدا بوجود على الإطلاق لحركات ذات طبيعة سلمية. والآن إلى منصات الحرة، ومن على موقع الحرة الإلكتروني، قال خبراء أمنيون إن عشرات الآلاف من شركات ووكالات حكومية تستخدم البريد الإلكتروني لمايكروسوفت وقعوا ضحايا لعملية قرصنة صينية. مايكروسوفت وجهت أصابع الاتهام إلى مجموعة قرصنة صينية تعرف باسم هافينيوم التي ترعاها الدولة وتعمل خارج الصين. القراصنة استهدفوا أكبر عدد ممكن من الضحايا، ومنها الشركات الصغرى والحكومات المحلية والاتحادات الائتمانية الكبرى. إذن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة المرأة. طبعا لو نبغى نعرفها لو بجزء بسيط يمكن ما راح نفيها حقها، هي يعني أبعد من أنها تكون مجرد عالمة وأكثر من أنها تكون مربية، هي صاحبة الأوشح الخمسة طبعا والأدوار الخمسة في الحياة. حديثنا عن الباحثة الأردنية رنا الدجاني، هي دكتورة في علم الأحياء الجزيئي الخلوي، يعني بحيث أنها باتت تعرف أو تعرف كيف تنشأ الأمراض وكيف تؤثر الحروب على المجتمعات. والدافع الفعلي للدكتورة رنا هو شغف البحث ليس فقط عن حقائق العلم وإنما عن الإنسان أيضا، فهي تضع المساواة بين الرجل والمرأة أولوية في حياتها، وتسعى إلى دعم المرأة عبر إحداث تغيير جذري في المؤسسات الاجتماعية والثقافية. والأجمل من هذا إنها تدعو كذلك إلى الثقة بالنفس لكسب احترام الجميع. إذن خلونا نتعرف مشاهدينا كيف عرفت الدجاني عن نفسها للحرة وكيف عددت أدوارها التي تقوم بها بحسب أولوياتها. أنا نص فلسطينية من القدس، نص سورية من حلب، وجنسيتي أردنية، بعيش بالأردن. أحب أعرف عن نفسي أني أنا بلعب عدة أدوار بحياتي، والناس بتمثل الأدوار بالطائية، بس أنا ما بلبس طائية، بلبس وشاح، فبسميهم الخمس أوشحة اللي أنا بلعبهم بحياتي. أول وشاح أني أنا أم، عندي 4 أولاد، وبعتبر هذا أهم دور ممكن ألعبه، لأنه ما حدا بيقدر يعوضني بهذا الدور. الأدوار الثانية كلها بتتعوض، لأني أنا عم بربي جيل يساعد الإنسانية لتكون أفضل. ثاني دور إني أنا معلمة ومربية، كنت معلمة لمدة 10 سنوات وهلأ بدرس بالجامعة، وبعتبر التعليم ثاني أهم دور بقدر أقدمه للإنسانية، لأنه الطفل إذا مش في البيت في المدرسة، فهو المعلم قدوة للأولاد ليخرج جيل واعي ومتزن للمستقبل. ثالث دور إني أنا عالمة وباحثة، أنا من جوا قلبي بتدغدغ وعندي شغف أكتشف كيف الأشياء بتشتغل وكيف الطبيعة بتشتغل حوالي، وهذا الشعور والفضول بيضل آخر أيام من حياتي. الوشاح الثالث إني عالمة وباحثة، أنا عندي شعور بالشغف العظيم إني أكتشف شو أسباب الأشياء كيف تشتغل مع بعضها البعض بالطبيعة،
ولذلك بشتغل على اكتشاف أسباب الأمراض المعقدة في المجتمعات المعزولة جينيا زي الشركس والشيشان، وبشتغل على شو أثر الأزمات والحروب على الفيزيولوجيا وعلى المادة الوراثية في الشباب المهجر واللاجئ. الوشاح الرابع أني رائدة اجتماعية. بديت برنامج نحن نحب القراءة لتغيير طريقة التفكير عن طريق القراءة لنصير في صناع تغيير، وهذا برنامج بديته في الأردن والآن انتشر ب 61 دولة في العالم. الوشاح الخامس أني أنا بدافع عن حقوق الإنسان خاصة المرأة وأي حدا تاني مظلوم، لأنه بدي كل إنسان يوصل لكافة الطاقات اللي عنده يحققها ليقدر يكون فرد فعال بالمجتمع ويكون هو بنفس الوقت أو هي سعيدة، ولما تكون سعيدة بيكون كل اللي حواليها سعداء. الوشاحة الخمسة اللي ذكرتها هي أدواري الأساسية، بس ما أتوقع أوقف هون، رح أضلني أكتشف أدوار جديدة بحياتي لأني أنا بتبع شغفي وفضولي، وهذا الفضول هو من فطرتنا كإنسان وهذا سبب وجودنا وليش إحنا موجودين اليوم، وهي أصلا جزء من حضارتنا وثقافتنا منطقتنا العربية الإسلامية. فلما أنا أتبع هذا الفضول رح أكتشف أدوار جديدة، منها مثلا رجعت اكتشفت حبي للرسم وللعمل اليدوي الكروشيه خاصة مع الكورونا. رجعت تذكرت الفضول اللي بينمو بكل طفل انه انا بدي اكتشف العالم، لما التقيت مع عالمة عاملين بجزيرة مدغشقر عم يشتغلوا مع القردة ويدرسوا شو تصرفاتهم للقردة بحياتهم اليومية، فرأ من قلبي عم بخطط اني انا اقدر اروح ازور هاي الجزيرة واكتشف شو عم بيعملوا هدول الحيوانات. فالحياة جميلة لأنه كل يوم في أمل اكتشاف فضول جديد وشغف جديد لآخر دقيقة بالحياة. يعني جميل كيف رتبت أولوياتها باسل بالأوشحة، ولما بدأت بالأم يعني ولسه الأمل يعني كمان عندها أشياء كثير طموحها تبغى تسوي أشياء ثانية. رائع الحقيقة. فعلا فعلا. عموما مشاهدينا كمان في تقرير نشرته مؤسسة Empowering Women يعني أظهرت النتائج أنه 20% من الشهادات في للبكالوريوس في التخصصات العلمية وأيضا الهندسية حول العالم هي للنساء مقابل 80% للرجال لأسباب تعتبر مختلفة، يعني لا تتعلق بمجملها بالمهارات أو حتى بالكفاءة. لذلك تؤكد الباحثة الجينية رنا الدجاني أن النساء والفتيات العربيات وعلى عكس الصورة النمطية السائدة يحببن العلوم والكثيرات منهن شغفات بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، إلا أن التحديات كثيرة للأسف في دخولهن لهذه المجالات. تربيت ببيت والدي عالم وباحث كان وأمي قارئة وبتخدم المجتمع، وكنا نسهر كل ليلة نقرأ ونقرأ مجلات علمية ويصير في نقاش وحوار حوالين أسئلة، ليش الزمن بيمشي بهالطريقة، شو في بالفضاء، عن الخلايا والأمراض، عن المواد الموجودة في المجلات والدراسات والأبحاث. هذا عزز بداخلي حب المعرفة والفضول وأنه بدي أكون مكتشفة رائدة. القيام بالأبحاث العلمية في الوطن العربي فيه تحديات، وهي بيتعرض لها الذكور والإناث لأنها دول عالم ثالث، وفي تحديات مختلفة من البيروقراطية، حرية الفكر، الجو المناسب لتشجيع الأبحاث العلمية والفضول والتفكر. كامرأة عالمة في تحديات، ولكن هذه مش خاصة للوطن العربي، هي
مشتركة عالميا. يعني الامرأة الباحثة في أمريكا في MIT تتعرض لنفس التحديات اللي ممكن تتعرض لها أنا في الأردن في الجامعة الهاشمية، لأنه في مشكلة في منظومة العمل إنها مصممة من قبل ذكور للذكور. لما دخلت المرأة سوق العمل ما قالت وقفوا شوي أنا بدي أغير المنظومة حسب ما أنا شو هي أولوياتي، لا، حاولنا نتأقلم داخل المنظومة النمطية الموجودة من قبل، وهنا طلعت المشاكل والتحديات اللي كلياتنا بنتعرض لها اللي عم نحاول نغيرها ونخففها. واليوم مع الكورونا عرفنا إنه ما في إشي مستحيل، كل هذا ممكن يتغير ليخدم الأولويات لكل إنسان. مثلا من التحديات اللي بتواجهها المرأة في مكان العمل أكاديميا أو غيرها، إنه مثلا بدها وقت مشان هي لما تكون حامل حالتها الصحية وأولوياتها تختلف، إمتى تحمل؟ لأنه بيولوجيتها بتقول لازم تحمل بعمر معين، بعدها ما بتقدر، ولكن نمط العمل ما بياخد هذا بعين الاعتبار. مثلا إنها بدها وقت ومكان لترضع، فأنا بركز على أقل فرقين بيولوجيين بين المرأة والرجل لا يمكن أن ينكرهم أحد، ولا إلهم دخل لا بدين ولا بثقافة ولا بحضارة، إنما شغلة تطورها الإنسان اللي هي الإمرأة عندها رحم وبترضع والرجل ما عنده. هذه أشياء سوق العمل مش عم بيرتبها للمرأة. مع أهمية إنه مكان العمل يكون مناسب لحاجات المرأة في الحمل أو الرضاعة، بنشوف حتى في بلاد مع توفر هذه الأشياء وأهميتها لسه نسبة النساء أقل في سوق العمل، مثلا السويد. فهنا السؤال بيصير، ممكن نحن عم نسأل السؤال الغلط. نحن كعلماء وباحثين إذا عم نسأل نفس السؤال دائما نضرب بالحيط، معناته في مشكلة يمكن بالسؤال نفسه. وهذا خلاني أنا أرجع أفكر إنه يمكن السؤال مش كيف بدي أخلي أكثر نساء بسوق العمل بمجال ما، إنما السؤال ماذا تريد المرأة نفسها؟ هل نحن عاطينها الحرية تكتشف شغفها وتلحق وراه، ولا حاطينها بصندوق وعم نملي عليها شو تعمل؟ فبالتالي هي لازم نعطيها الحرية تختار اللي بدها إياه، وهذا مش بس فقط للمرأة، ترى لأي إنسان. ولأن التغيير يبدأ من الأجيال الناشئة، أطلقت أيضا الدكتورة رنا الدجاني مبادرة نحن نحب القراءة، والهدف من هذه المبادرة تشجيع الأطفال في جميع المجتمعات وخصوصا الفقيرة على القراءة والاستمتاع بالأدب والعلوم. هذه المبادرة يعني أخذت صدى واسع ووصلت فعاليتها إلى 60 بلد. دعونا الآن نتابع يعني هذا اللقاء مع السيدة غفران، وهي واحدة من المؤسسات والمرافقات لمشروع الدجاني التربوي الاجتماعي، ومن بعد نكمل. بلش المشروع من سنة 2006 بشهر 2 لما دكتورة رنا رجعت من فترة كانت عم تقضيها برا للدراسة، ورجعت لاحظت أنه أطفالنا بالوطن العربي بالأردن وبالوطن العربي تحديدا ما بيقرأوا من أجل الاستمتاع، مع أنه نسب التعلم عالية جدا وتحديدا بالأردن. فلما بلشت تسأل عن الأسباب أكثر، لاحظت أنه السبب الرئيسي أنه الأطفال، الأهالي ما بيشجعوا الأطفال على القراءة ولا المدارس كمان، وإنما هم مجبورين على أنهم يقرأوا. فبالطرق التفكير للحل كان الأفضل حل وأفضل طريقة هي أنه حدا يقرأ لهم بصوت عالي، فبذلك بيتمثل القدوة اللي قدامهم عم يمسك كتاب وعم يقرأ، وكمان بيورجيهم جمال القراءة وبيحيي الكتاب بين إيديه بحيث أنهم يعيشوا تجربة القراءة بالكتاب. كسفيرة قراءة سابقة، من أحلى اللحظات اللي كنت أمرق فيها هي لما أشوف كيف الأولاد تتغير ملامح وجههم معاي بالكتاب، كيف بيسفنوا، كيف مرات بيناموا، كيف مرات بيضحكوا. فهذا التفاعل اللي هو الإنساني دائماً بيجذب أكثر من التفاعل اللي موجود على التابلت ولا على التليفون. لكن إحنا عشان أريح لنا منستسهل الحل الثاني اللي هو أنه خذ هالتليفون خذ هالتابلت عشان إحنا كمان ما نتغلم. فلا، دائماً التفاعل الإنساني يغلب دائماً على التكنولوجيا، وهذا حلمنا أنه دائماً الكتاب يكون التعلق، الطفل يتعلق في الكتاب وليس في التكنولوجيا. وعشان هيك بنقول لهم ما تقرأوا من التابلت.
اللي بتغرسه حب القراءة هو محو الأمية تجاه قديش الإنسان بصير بحب القراءة وبصير في عنده توجه لإلها، وبالتالي توجه للمعرفة والتعلم خارج النطاقات الأكاديمية أو خارج النطاقات اللي محصورة فقط بالأكاديمية والعائلة. كثير ضروري انه يكون عندنا نساء رائدات في مجالات مختلفه، لانه كل مره عم نتقدم في مجال وما بتكون نظره النساء موجوده كنظره الرجل، احنا عم نفقد منظور او عم نفقد جانب او طريقه بالتفكير ما بتكون موجوده. اغلب اللي عم بتعامل معاهم واللي بدربهم بيكونوا نساء، واغلبهم بيكون عندهم الدافع كثير كبير، لانه هي ما بتفكر فقط بطريقه واحده، ففي عندها نظره شموليه وين بتقدر تحقق انجاز هائل فقط بالقراءه، فما بالك في مجالات مختلفه من العلوم والتكنولوجيا وغيرها. رغم كل النجاح العلمي والتربوي والاجتماعي اللي يعني حظيت به العالمة رنا الدجاني، ورغم اختيارها ضمن 20 أفضل عالمة مؤثرة في العالم الإسلامي من قبل مؤسسة بريطانية، يعني يبقى دورها الأول أو دورها كأم هو من أول أولوياتها وفي حياتها تحديدا، ويتغلب على كل أدوارها الأخرى وأيضا على نجاحاتها، لأنها تعتبر الشيء الوحيد اللي يعني لا يمكن أن يحل أحد مكانها فيه. دوري كأم أنا بتطلع على أولادي إنه هدول أمانة الله عطاني إياهم، بدي أساعدهم يكتشفوا المهارات اللي عندهم والطاقات اللي عندهم بطريقة سليمة وصحية وصحيحة. ولكن كأي أم وأب نحن بنجتهد، بس مش معناها نحن نكون يعني عملنا الإشي الصح، ولكن اجتهدنا ضمن اللي بنعرفه. بس كان أهم إشي بالنسبة لي كأم إني أعلمهم يكونوا فضوليين، أشجعهم يسألوا ويشعروا بالحرية والثقة التامة إنه يقدروا يشاركوني شو بيفكروا وشو بيشعروا، حتى لو بيعتبر هذا يعني مخالف لكل إشي بالمجتمع. لما بشارك أولادي بكل شيء بعمله، يعني مثلا لما كنت أعمل أبحاثي كان أولادي معي بالدكتوراه، ولهلأ بحكي لهم شو التجارب اللي عملتها، شو النتائج اللي طلعت معي، وبسأل رأيهم. ترى الأطفال حكيمين جدا، ولما يعرفوا إنه هن عم بيشتغلوا معي بالعكس هن بينبسطوا وبيشعروا إنه هن جزء من هذا النجاح. الصورة النمطية للنجاح اللي سائد اليوم بالوسائل الاتصال ممكن تربك الجيل الجديد، لأنها بس بتصور نمط واحد للنجاح اللي هو تكون مشهور جدا كمغني أو ممثل أو معك مصاري كتير أو أنت رئيس سي أو كبير. وعواض ما يكون في عنا أنماط نجاح مختلفة نحتفل فيها، وممكن تكون أصغرها أني أنا أحط هدف لنفسي وأعرف أنا وما حدا تاني يعرف أني أنا حققته، هذا يكفي كنمط نجاح أني أنا أحتفل ويكون عندي ثقة بنفسي. وهذا الإشي اللي إحنا لازم نعززه ونبينه بوسائل الاتصال وبالميديا، إنه المهم أنت أو أنتي تكوني راضية عن نفسك وشو الأهداف اللي تحطيها وإذا حققتيها، ويمكن ما حدا يعرف عنها إلا أنتي، وهذا يكفي. إعادة تعريف النجاح ممكن الناس تعتبره إشي مستحيل صعب، ولكن الخلايا الجذعية كنا ناخدها فقط من الأجنة، لإجا عالم وقال لا، ليش ما بنقدر ناخد خلايا بالغة ونرجعها جذعية؟ طبعا الكل قال عنه مجنون أو جاهل، بس هو أصر وقال ليش لا، وعمل الشغل والمثابرة واكتشف طريقة نرجع الخلايا البالغة خلايا جذعية. فمن هذا الباب أنا بقول خلينا يكون عندنا الشجاعة والمثابرة إنه نرجع نعيد تعريف النجاح بالطريقة اللي بترضينا نحن، مو اتباعا لا لنمط ولا لجهة غربية ولا لجهة أخرى بالعالم. يكون عندنا ثقة بنفسنا ونحن نعيد تعريف النجاح لنفسنا، وهذا يكفي. نصيحتي لكل إنسان إنه أنت أو أنت مميزة،
الدي ان اي تبعتك مش زي اي دي ان اي لاي انسان عمره عاش وعمره رح يعيش. فانت كثير مميزه وعندك إشي عظيم تعطيه للانسانيه. فخلي ثقتك بنفسك، احلم كبير، ما في إشي مستحيل، الحقي شغفك وبالاخير حتحققي نجاحك. بكفي انت تحطي هدف وتحققي. وهذه هي اثر الفراشه، انه لما فراشه ترفرف جناحها بتحرك الهواء سنتيمتر واحد في مكان ما في العالم، بيصير في تغيير بزمان ما وفي مكان ما اعظم بكثير. وهذه هي نظريه الفوضى بالفيزياء. فانت الفراشه اللي عم تعملي اشياء صغيره، هي مش صغيره، هي عظيمه، راح تتغيري انت فيها وتغيري كل العالم اللي حواليك. أعتقد يعني بعد كل ما سمعناه وعرفناه عن رنا الدجاني، لا أعتقد أننا نبالغ لو قلنا أنها امرأة بخمس نساء، لأنها بالفعل تجمع ما يصعب جمعه في العادة في شخص واحد، امرأة أو رجل. فعلا باسل، يمكن يعني الحلو في هذا الموضوع لو نبغى، يعني أنا كأم وكعاملة ممكن أشوف أنه نموذج رائع. الجميل في تجربتها أنها بالفعل صنعت توازن كبير ما بين الأدوار الأساسية في حياتها. هي أم طبعا لأربعة أطفال وعندها العائلة لها الأولوية الأولى، وأيضا هي معلمة، وزي ما كانت بتقول وشفنا في التقرير أنها درست لأكثر من 10 سنوات وكانت يعني كافة المناهج في الصف الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي، وأيضا هي عالمة تبحث عن العديد في المجالات الجينية وأيضا الجزيئية، ورائدة اجتماعية طبعا قامت بدور جدا مهم وهو لبرنامج نحن نحب القراءة، ومعروف أنه يعني القراءة قديش هي مهمة في الثراء اللغوي أو حتى فصاحة اللسان وغيرها. وأخيرا مناصرة قضايا المرأة في العالم، مية تخصصات غير طبيعية، ولذا هي تجربة ملهمة جدا ليس فقط للنساء ولكن للجميع، لأنه يعني نحن كثيرا نركز على جزئية واحدة في حياتنا وننجح فيها، ولكن عادة ما تكون على حساب أمور أخرى. فما بالك بشخص أو سيدة تحقق توازن منقطع النظير في جوانب الحياة كافة. طبعا نتمنى لها المزيد من الازدهار والتقدم. أما الآن فوصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد مشاهدينا لا تنسوا تراسلنا بآرائكم على مواقع البرنامج. في أمان الله.